واحد بيقول ما معنى قول قداستكم احفظوا المزامير تحفظكم المزامير، واحفظوا الانجيل يحفظكم الانجيل، احفظوا المزامير تحفظكم المزامير. ان الانسان كل ما يكون حافظ المزامير ويصلي بيها وهو ماشي وهو قاعد وفي كل وقت، يلاقي الفاظ المزامير تحفظ فكره في حالة روحية، فيبقى فعلا المزامير حفظته في حالة روحية. ودايما الناس اللي بيهملوا المزامير والصلاة بيها حالتهم الروحية بتضعف، وكذلك الانجيل. لما الواحد بيحفظ الانجيل يلاقي كل خطية تجيله يرد عليها في آية من الانجيل يبقى طاهر في حياته أحسن.